الرجل الأول في حركة حماس، مين هو يحيى السنوار؟ يحيى السنوار الشهير بأبو إبراهيم أصبح رئيس حركة حماس خلفاً لإسماعيل هنية، وبكده حركة حماس اختارت ان القائد بتاعها يكون مقاتل فعلي على الارض في قطاع غزة بيحارب بقاله 300 يوم. ومش بس كده، لا ده كمان اسرائيل اعتقلته لمدة 23 سنة. خلال سجنه اتقن اللغة العبرية والف وترجم كتير من الكتب السياسية ابرزها الشباك في الاشلاء. السنوار شخصية حذرة جدا ونادرا لما بتظهر في العلن، وعنده مهارات قيادية عالية جداً وليه تأثير قوي على أفراد حركة حماس خاصة الشباب. أطلق سراحه سنة 2011، وفي صفقة جلعاد شاليط كان بيقود التفاوض ما بين حماس وحكومة الاحتلال من داخل السجن. دور السنوار برز جداً في حرب 2014، أما بقى في 2017 انتخب رئيس لحماس في غزة وحقق إنجاز كبير جداً في إزالة الخلافات ما بين الفصائل الفلسطينية. إسرائيل بتتهم السنوار بأن هو اللي خطط وحدد ساعة الصفر لعملية طوفان الأقصى، عشان كده نتنياهو وضع رأس السنوار عنوان للي بيسميه النصر المطلق في غزة. تفتكروا شكل الحرب في قطاع غزة هيختلف كتير بعد ما يحيى السنوار بقى هو اللي بيقود حماس؟